السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا خامس؟ إن شاء الله تكونوا منيحين. اليوم إن شاء الله رح نحل نشاط رقم 3، آخر نشاط بدرسنا حتى ننهي. طيب، قلنا صفحة 47، خلينا نتبع مع نشاط رقم 3. أجد ناتج ما يأتي. بدنا نوجد ناتج قسمة 36 تقسيم 1 صحيح و2 بالعشرة كم يساوي. طيب، حكينا في الفيديوهات السابقة إنه عشان أنا لما بدي أقسم عدد صحيح على عدد عشري، المفروض المقسوم عليه العدد العشري هاد لازم يكون عدد صحيح حتى إني أقدر أوجد ناتج القسمة، وحتى يكون عدد صحيح أو أحوله لعدد صحيح المفروض أضربه بعشرة أو مية أو ألف حسب عدد المنازل العشرية الموجودة عندي. طيب، هنا عندي الواحد صحيح واثنين بالعشرة فيها منزل عشرية واحدة، إذن أنا لازم أضرب بعشرة، أحسنتم، لازم أضربها بعشرة. طيب، وبما إني ضربت المقسوم عليه بعشرة فضروري جدا أضرب برضو المقسوم بعشرة، ما بصيرش أضرب المقسوم عليه بعدد وأترك المقسوم، ماشي؟ فبضرب برضو 36 بعشرة رح يطلع معنا الناتج 360. باجي الواحد صحيح واثنين بالعشرة بضربها ضرب عشرة، رح بما انها عملية ضرب وصفر واحد فرح يكون تحريك الفصل العشري لليمين بمقدار منزل واحدة، فرح تكون 12. واحد صحيح واثنين بالعشرة ضرب عشرة رح يكون عندنا الناتج 12. طيب، هلا 360 تقسيم 12 عشان اطلع الناتج، باجي على جنب بقسم قسمة طويلة عادي، بخبي هون هدول المنازل العشري، المنازل اللي هون، وبخبي المنزلة اللي هون، وبحكي 3 تقسيم 1 يساوي 3، 3 ضرب 2 6، 3 ضرب 1 3، وبطرح بحكي 6 ناقص 6 يساوي 0، 3 ناقص 3 0، هذا الصفر اللي عندي بنزله كمان فبيطلع عنا 0، 0 تقسيم 12 كم يساوي؟ يساوي 12 أحسن، يساوي 0 أحسنتم، بضرب 0 ضرب 12 رح يطلع معنا 0، وبطرح 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 0 0، إذا الناتج رح يصفي عندي 30، إذا 360 تقسيم 12 رح يكون عنا الناتج 30، نعم. هلا خلينا نشوف باش والمطلوب منها. المطلوب في باء انك تقسمي 625 تقسيم 1 صحيح و2 و25%، نقسم 625 صحيح تقسيم 1 صحيح و25% نشوف الناتج. طيب، بنفس الطريقه انا بقسم، باجي بحكي 1 صحيح و25% بدي اضربها ب10 او 100 او 1000 حسب عدد المنازل العشريه اللي موجوده عندي. هون عندي منزلتين عشريات، فاذا انا لازم اضرب ضرب 100، احسنتم، وهون 625 ضروري جدا اضربها برضه ب100 لاني ضربت المقسوم عليه بمية، فالمقسوم لازم برضو أضربه بمية. هلأ لما أضرب 625 بمية رح يكون عندنا الناتج كم؟ 62500، أحسنتم، 62500، وهون لما بضرب الواحد صحيح وال25% بمية رح يكون عندنا الناتج كم؟ 125، أحسنتم، لأن زحت الفصلة لليمين بمقدار منزلتين، وهذا اللي بدي أوصله إني أنا أخلص من الفصلة العشرية في عملية القسمة المقسوم عليه. طيب، هلا خلينا هاي عمليه القسمه، باجي على جنب عشان اطلع الناتج، باجي على جنب بقسم قسمه طويله بطلع الناتج، بخبي هنا كل المنازل وبخبي هدول المنزلتين وبحكي 6 تقسيم 1 رح يكون 6، بجرب 6 ضرب 125 رح يطلع معنا 700 وإشي أكبر من 625 فما بيزبط القسمة، فباجي للرقم اللي أقل من 6 اللي هو 5، بحكي 5 ضرب 5 25، أحسنتم، 5 باليد 2، 5 ضرب 2 10 و2 كم؟ 12، أحسنتم، 2 باليد 1 و5 ضرب 1 5 و1 6، هلا إذا 625 وبطرح 625 ناقص 625 رح يكون عندي 0 0، هلا هذا الصفر رح أنزله، 0 تقسيم 125 رح يطلع معنا 0، 0 ضرب 125 0 0 0، بطرح رح يطلع معنا برضه أصفار، صفر ناقص صفر رح يكون صفر، وهذا الصفر بنزله، فرح تصفي المسألة صفر تقسيم 125 برضه صفر، صفر ضرب 125 صفر، بطرح فرح يكون الباقي صفر ناقص صفر صفر، إذا الناتج رح يكون عندنا 500، هون بكتبها 500، إذا 62500 تقسيم 125 رح يكون عندنا الناتج 500. هيك يا صف خامس بكون خلصت عندكم نشاط رقم 3. إن شاء الله انتظروني في الفيديو الجاي عشان نحل تمارين ومسائل، وانتو حلوا هذا النشاط على كتابك وبعثي لي على نور السبيس. يعطيكم ألف